طيب يوفيايتس شو بتعرف عنها؟ انفلاميشن بتكون لليوفيا. انفلاميشن لليوفيا 100%. هلا نيجي على نيجي على العين. في عندنا من برا بيجي عندنا سكليرا. سكليرا. السكليرا عاده هي بتكون طبعا فايبرس تيشو كل جينات تيشو بمر فيها بلاد فيزل تحت الريتنا وحوالين اللينز والحجره الاماميه. بيكون في عندنا فاسكولار تيشو اسمه يوفيا. اليوفيا من وين اجى؟ من الميزوديرم. فبالتالي كل الامراض اللي ممكن تصيب الميزوديرم والاندوديرم ممكن تؤدي الى حدوث التهابات موجوده. لانه فاسكولار بالتالي اي مرض بصيب الفاسكولار سيستم معرض يصيب اليوفيا ويعمل لك بروبلم. كل امراض الكولاجين ديزيزز معرضه انها تصيبهم. هي عباره عن لاير تبدا من عند الايرس للسيليري بادي للكورويد الموجود. انا النت عندي شوي بطل. انا ويتنج السلايد الثالث ما عم بطلع معي. طالع لنا دكتور. الثالث. اوكي. هلا احنا في عندنا اناتوميكال كلاسيفيكيشن. بنقسمها ايرايتس، سايكلايتس، وبارسبلينايتس، وبوستيريور يوفيايتس. السايكلايتس والبارسبلينايتس هم مع بعض، بيجوا مع بعض. بنسميهم عاده انترميديت يوفيايتس. اذا كانت بس انفلاميشن بالحجره الاماميه بنسميها انتيريور او يوفيايتس او ايرايتس. زي ما انتم شايفين بالصوره، واحده من الكومبليكيشنز ممكن يصير عند المريض التصاقات ما بين القزحيه والعدسه ويطلق عليها اسم بوستيريور ساينيكيا. طيب والله النت انا شكله بطيء عندي صاير. انا السلايد الرابع لسه مش طالع عندي. طلع عندكم ولا لسه؟ طالع. طالع. طيب حدا يقرا لي اياه لان انا مش شايفه. لا لا انا ما طالع. انه الانفلاميشن البوستيريور يوفيا بوستيريور يوفيايتس اللي بتضم الكورويد والريتنا اللي هو كوريوتينايتس. بالضبط. هلا لما بيجي مثلا مريض عنده توكسوبلازما. التوكسوبلازما هو عباره عن بروتوزوان باراسايت وبصيب الريتنا. فلازم احنا نميز هو ببلش بالريتنا اول ولا بالكورويد اول. فاذا كان بالريتنا زي التوكسوبلازما بنسميها ريتينو كورويدايتس. هلا اذا كان مريض عنده تي بي او ساركويد ببلش بالكورويد فبنسميه كوريو ريتينايتس. اذا ضرب بس البلاد فيزل تبعات الريتنا بنسميهم ريتينال مثلا فلبايتس اذا كان فين، وارترايتس اذا كان ارتري. طيب اللي نكمل هلا البوستيريور. انا هلا طلع عندي اربعه. المرضى المريض اللي تحت اللي شايفين مجموعه الصور الخمس صور هدول، هذا المريض شو عنده؟ في ماوس ألسر. طلعوا عنده ألسرز في تمه. شو المريض اللي عنده؟ تنقو بالماوس. شو هذا المرض؟ بهجة. بهجة ديزيز. بيعمل أورال جينتال ألسريشنز وبيعمل هايبوبيون. المريض بيجي عنده هايبوبيون. شو الهايبوبيون؟ عبارة عن إنفلاماتوري سيلز بالأنتيرو تشامبر. ونفس مرضى بهجت ومريض بهجت برضو بيعمل ريتينايتس وبيعمل بيعمل فاسكولايتس بالريتنا. فبيجي عنده هيموريج، بيجي عنده اسكيميا، كأنه بتحكي انت عن حالة ديابيتس او حالة مثلا يعني دمج للريتنا الفاسكوليشر. ممكن يؤدي طبعا لأكلوجين بالارتري، أكلوجين بالفين، او يوجوالي واحنا تريتن يعني يوجوالي وي تريتن كمرض انفلاماتوري زائد فاسكولار. يعني اذا مريض بهجت عنده بليدنج بعمل له ليزر، بعمل له انتي فيجف، بعطيه ستيرويد. وطبعا هو بيعمل إشي بنسميها بان يوفيايتس، يعني كل العين بصير انفلاميشن بهاي الحاله. طيب الانسيدنس تقريبا كومن 15 من كل 100,000. يعني نحكي الاردن احنا عندنا 10 مليون، عم نحكي عن 1500 بالسنه. 75% منهم تقريبا 1100
بيكونوا anterior uveitis، 50% بيكون عندهم systemic disease، و 50% ما عندهم systemic disease. والأسباب الأخرى ممكن تكون infections، ممكن تكون idiopathic أو traumatic. التروما زي إيش يعني بنحكي؟ يعني واحد بيأكل ضربة على العين، بوكس أو جراحة، this is called trauma. إذا ضربت القزحية بصير عند المريض إشي بنسميه traumatic iritis، traumatic cyclitis أو retinitis، إذا كانت في تروما أدت لالتهاب داخلها. طيب هلا نيجي عندنا هنا شو الكوزز تبعات اليوفيتس، ماشي؟ طبعا اللسته طويله كتير، بس احنا بهمنا نركز على ان نطلع انه هل المريض اليوفيتس عنده بتزيد بشكل سريع جدا وديس از انفيكشن مثلا، بدنا نفكر توكسوبلازما، هيربس، سي ام في، مرضى الايس، تي بي، فنجات. هلا نن انفيكشس، بدنا انفيكشس اوكولار ديزيز وسيستميك ديزيز. هلا اذا بيجيك سؤال بالامتحان اذكر تو ocular diseases causing uveitis، هنا ما بدك تروح تقول لي ankylosing spondylitis لأنه ankylosing هي systemic. أنا بدي إشي بالعين، بدك تقول لي intraocular tumor، angle closure glaucoma، post injury، post surgery، يعني هذا المنطق فيها. هلا بقول لك شو systemic اللي ممكن يأثر على العين. عندك لستة طويلة من الأمراض اللي بتأثر، أهم إشي فيهم ال HLA-B27 اللي هم بيجوا مجموعة سوريتك، رايترز، انكلويزنج، انفلاماتوري باول ديزيز، مثلا جوفينايل كرونيك ارثرايتس بالأطفال، هدول ممكن يعملوا لك يوفيتس لحالة المريض. طيب المريض شو أكثر شيء بيجي بيشتكي هون؟ هاي أنا حاطت الكوليستا الكومبلين تبع المريض، بس بدي حدا يختار لي الكيورد، أنه الكلمة الرئيسية اللي لما اقول لك يوفيتس على طول تعطيني الكلمه pain. شو pain. يلا اختاروا سيفير pain. لا ما بيكون عندي سيفير pain. ردنا فوتوفوبيا. فوتوفوبيا، ايوه اللي حكى فوتوفوبيا صح. الفوتوفوبيا شو هي؟ الوهج من الضوء. ليش؟ لانه الانفلاميشن صارت بالبلد فيزل تبعت الايريس، فبالتالي المريض كل ما الضوء بيجي على العين شو بصير بالايرس البيوبل؟ بيعمل كونتراكشن، فهذا الكونتراكشن بيعمل وجع عند المريض. فالفوتوفوبيا is synonymous of uveitis، الانتيريور uveitis طبعا. هلا اذا كان بوستيريور uveitis المريض شو بشوف؟ ما بيكون عنده وجع، شو بيكون عنده؟ لذة فيجن. ايش قلتي؟ decrease vision. vision او اشي بيكون بيتحرك قدام العين شو بنسميه؟ floater. floaters. floaters ليش؟ مثلا عنده نفترض توكسوبلازما او تي بي او ساركويد، بيكون عنده inflammation بالفيتريس صح؟ والريترا. امراض شو بصير عندهم؟ يا decrease vision يا بيكون عندهم floaters، بس الوجع rare، يعني صعب تلاقي عندهم وجع في هاي الحالات. طيب الفحص تبع المريض، الفيجن ممكن يكون ريديوس، العين ممكن تكون انفلامد. شو بسموا الانفلاميشن حوالين اللمبس؟ بسموه سيركم سيلياري انجكشن او سيلياري انجكشن، بيختلف عن الكونجكتيفايتس العادية. لما بتفحص المريض بتطلع على الفيترياس ممكن تشوف سيلز، اذا طلعت على الشبكية زي الصورة الموجودة فوق ممكن تشوف اكسوديشن حوالين البلد فيزل، ممكن يكون عنده ماكرا إديما. فإذا بالساينز كتير ساينز إحنا ممكن نشوفها عند المريض اللي عنده يوفيتس. هلأ إذا كان anterior uveitis زي ما أنتم شايفين المريض بيجي بكاركترستيكس محددة. مثلا إذا كانت القزحية ملتهبة عنده ممكن لاقي القزحية ملزقة بالعدسة فبنسميها بوسيروسينيكيا، ممكن نلاقي عنده هايبوبيون، ممكن نلاقي الانفلاماتوري سيلز ملزقين وين؟ ملزقين بالقرنية أو مترسبين على القرنية، شو بنسميهم؟ كيراتيك بريسيبيتيت. هلا لما نطلع جوا العين كمان ممكن نشوف انفلاميشن، هاي طبعا هايبوبيون بس حتى تميزوها، يعني أكثر من صورة للهايبوبيون. في إشي بنسميه anterior chamber flare and cells. شو الفلير؟ طلعوا عليه لما بيجي الضوء، مثلا واحد بيكون الغرفة معتمة عنده منزل ستارة وبعدين بيفتحها والضوء بدخل وفي غبرة بالبيت، بتشوف الضوء بس يدخل
الغبرة بتتحرك قدامه، فأنت بتقدر تشوف السلز عم تتحرك قدام أو بتشوف الضوء ماشي من خلال الغبرة. يعني افرض ما عندك سلز بس عندك فلير، هو يعني أنا مفروض لما بحط الضوء بالعين مفروض أنا ما أشوف الضوء وهو ماشي بالأنتيرو تشامبر. إذا شفته معناته في عندي بروتين ليكج إن الأنتيرو تشامبر كوزينج فلير. هلا ممكن يكون عندي سلز وممكن ما يكون عندي سلز، بس هم دلالة وجود إنفلاميشن. إذا زادوا كتير بصير عندي هايبوفيون، لأنهم إيش بصير فيهم؟ بترسبوا. هلا النقطة الثانية بنشوفها بالأنتيرو تشامبر إشي بسموها ساينيكيا. ساينيكيا باللاتينية تعني أدهيجن، يا بيكون العدسة ملزقة بالقزحية أو القزحية ملزقة وين؟ بالكورنيا. إذا كانت بالكورنيا، القزحية لزقت بالكورنيا، شو بصير عند المريض؟ ارتفاع في ضغط العين، لأنه الأنجل موجود فيها الترابيكولار مش ورك اللي هي بتساعد على خروج الأكويس هيومر من العين. فإذا سكرت، سواء سكرت بسبب الإنفلاماتوري سيلز أو سكرت بسبب الأدهيجن، ساعتها المريض بصير عنده ضغط داخل العين. طيب نرجع مرة تانية إنه الفيزلز على الآيرس ممكن يكونوا دايليتد، الانتراكابريشر ممكن يكون عالي، المريض ممكن يكون عنده لوس اوف فيجن، المريض ممكن يكون عنده فوتوفوبيا اللي هي كاركترستيك بالأنتيرو سيجمنت إنفلاميشن. طيب الهيستوري والديفرنشال دياجنوستيك، طبعا اليوفيايتس هي من الأمراض اللي الدكتور عادة ما بيحبهم. ليش؟ لأنه بصير عليه أنه كتير لازم يسأل المريض أسئلة كتيرة. بدك تسأل المريض تقول له لو سمحت شو عندك سيمتومز، بدك تاخد أول شيء من عند الهيستوري العادي، إذا في عنده أمراض، إذا في عنده لاحظة حاله ويت لوس، ريسبيراتوري سيمتومز، كوفينج، شورتنس أوف بريث، إذا عنده إرثيما نودوزم، إذا عنده ألسريشنز بتشك مثلا بهجة ديزيز، إذا عنده سورياسيز، إذا عنده مثلا جوينت بين، رايترز بيكون عندهم يوريترايتس، كونجنكتيفايتس، إذا كانوا أطفال بتسألهم إذا عندهم جوينت بين، إذا كان عنده إنفلاماتوري باول ديزيز بدك تسأله كمان. فبتلاحظوا إنه الهيستوري عادة بيكون كتير إكستنسيف. يعني لما إحنا بيجينا مريض يوفيايتس يعني بجوز يمكن ياخد نص ساعة وانت تحاول تعمل له إليسيتنج للهيستوري والإكزامينيشن تبعه. إذا كان مريض سسبكتد إيدز بتفكر سايتوميجالو فيروس، هيربس، ممكن بجوك أمرار ميتاستاتيك، المريض عنده الإنفلاميشن بالعين سببها ميتاستاسيز من البروستيت أو من الكولون أو من البريست في بعض الحالات. طيب شو هنعمل إنفستيجيشن للمريض؟ عادةً الانفستيجيشن تبعت المريض is directed للمرض. يعني بالهيستوري مثلاً أعطاني هيستوري suggestive of sarcoid بعمل له فحوصات للساركويد، أو خلال الفحص شفت مثلاً granulomatous uveitis بشك بأمراض محددة بتسببها. هلأ بعد ما نسأل إذا المريض كانت الأتاك تبعته أول مرة بيجي عندي على العيادة عنده inflammation بالعين، usually I treat it بدون ما أعمل له investigation. ليش؟ لأن investigation أولاً كتير extensive وثانياً expensive على المريض، فأنت مش راح تيجي كل مريض عينه التهبت تطلب له فحوصات بكذا 100 دينار أو 1000 دينار وبجوز الفحوصات تطلع negative فyou can't get it. ولكن بعض الأمراض تعطيك يعني كاركترستيك معين بحيث أنه you need to do it. يعني مثلاً granulomatous uveitis أنا always بعملها investigation. مريض شكيت عنده توكسوبلازما بعمل له انفستيجيشن وببلشوا تريتمنت على طول. مريض شكيت انه عنده ميتاستاتيك ديزيز يعني تيومر من لوكيميا ليمفوما يو نيد تو دو ا لوت اوف انفستيجيشن. لكن سمبل انتيريور يوفيتس ويذاوت سيستميك اسوسييشن يوزوالي وي دونت تريت ذا فيرست اتاك، وي ستارت وذ ذا سكند اتاك تبعت المريض. طيب هنا طبعا تكمله للسيمتومز وتكمله للانفستيجيشن اللي بنعملهم للمريض. هلا التريتمنت، انا شو بهدف من التريتمنت؟ بهدف عده شغلات. الامر الاول اللي هو كريتيكال عندي اللي هو سبريشن اوف ذا انفلاميشن، هذا التارجت اللي انا بعمله. بهمني المريض اول ما يجي عنده انفلاميشن اوقف له اياها. اذا انا ما بوقف الانفلاميشن هيصير عنده كومبليكيشن، المريض ممكن يصير عنده ضغط بالعين، المريض ممكن يصير عنده كورنيال دامج، المريض ممكن يصير عنده ماكيولار إديما،
مريض ممكن يصير عنده كاتراكت فورميشن، جلوكوما، اكثر من سبب. النقطه الثانيه بتهمني ان اخفف الوجع، المريض عنده سبازم اوف ذا سيلياري مسل، عنده سيفير بين بالعين، فلازم اعطي بين كيلرز، حبوب مثلا نحكي نانستيرويدال، وبالعين بعطيه قطره موسعه نسميها سايكلوبنتوليت اتروبين تروبيكاميد. الهدف مني اني ايش، اني اني اوسع العين وبالتالي اخفف الالم اللي بصير عنده بسبب الكونتراكشن اوف ذا ايريس. والهدف الثالث امنع اي دمج على الاوكولار تيشو، فاذا بدي سبريشن انفلاميشن ريليفينج بين بريفنشن اوف اوكولار دامج يصير من جوات العين. طيب انا ما بعرف اذا الفيديو راح يلعب بس يشتغل، بس ها ما اشتغل. طيب حظي عاد. اوكي هلا العلاج الرئيسي لاي مريض عنده يوفيتيس او مريض عنده ارثرايتس روماتويد ارثرايتس، دائما وي تريت وذ ستيرويد، هو اهم دواء موجود عندنا. طبعا بالعيون نعطي توبيكال ستيرويد، بنعطي سبتينين ستيرويد، بنعطي جوا العين ستيرويد كمان نعطي، وكمان بنعطي امبلانت بنزرعهم بالعين. هلا المرضى اللي عندهم كرونيك بنعطيهم امبلانت بنزرعه داخل العين، هذا الامبلانت اللي بنحطه داخل العين بضله شغال للمريض لعدة أشهر إلى عدة سنوات أخرى. طبعاً مشان الوجع كيف نخفف الألم، we need to use the dilating drops. شو أشهر قطرة موجودة عندنا اللي هي مدرياسيل أو سايكلوبنتوليت. المدرياسيل الدواء العلمي اللي فيه اسمه تروبيكاميد 1%، والمدرياسيل سايكلوبنتوليت. طيب شو في عندنا أدوية ثانية؟ المريض إذا بده يمشي على الستيرويد لفترة طويلة شو ممكن يصير معه؟ ستيرويد سايد إفكت. شو بتشمل؟ مين بيتذكر؟ هايبرتنشن. تمارا، تمارا متذكر ايش هي؟ يلا شوف تمارا معنا ولا لا؟ فيسكلير انجري، انمار، الستيرويد صحيح دايابيتس دكتور، برفع لك السكر صح، هايبرتنشن، شو بيعمل على البون؟ اوستيوبوروسيس، اوستيوبوروسيس، هيرسوتيزم صح. ممكن دكتور يعمل لك اكني اللي هي ستيرويد ديبندنت، اكني ستيرويد اتروفي بالسكن صح ولا لا؟ ف اللي حكى يعيد الجواب انا ما سمعتوش. ماكيلوباثي، ماكيلوباثي. طيب اذا انا بدي اخفف استعمال الستيرويد شو لازم اخذ؟ اميونو سبريسنت. شو عندنا اشهر دوايين؟ سايكلوسبورين وازاثيوبرين وميثوتريكسيت وكلورامبوسيل، ممكن نستعملهم از سبريسنت للعين. طبعا الصورة اللي فوق هي صورة ايش؟ زوفيراكس في حالة فيرال، لازم تستعمل انتي فيرال او انتي بايوتكس اذا كان سسبشن انه هذا المرض الموجود عند المريض. طيب هلا بدنا ننتبه هون على الكي بوينت، انه بالاطفال بيكون عندهم ارثرايتس بس بتكون عندهم ايش؟ اسيمتوماتيك، بتكون عندهم بيضة ما عندهم سيلياري انجكشن. شغلة تانية الانجل كلوجر جلوكوما ممكن تعمل انتيريور يوفيتيس، الريتنال ديتاشمنت ممكن تجيك بانتيريور يوفيتيس. عشان هيك اي مريض عنده انتيريور يوفيتيس لازم تفحص الشبكيه، لازم تفحص الشبكيه. طيب نبدا الاسئله، بدي كيف تبدوا فيها؟ بدي جروب بي 1 وين بي 1 تبلشوا بتقراوا الستم، كل واحد فيكم بقرا جمله وبقول لي صح وغلط. نبدا من عند ايهاب. ايش اقرا؟ بس اقرا uveitis can be an inflammation of A. سامع ايهاب؟ بس دقيقه دكتور. دكتور سامعك بس دقيقه اشوف السلايد لانه مش راضي تحمل دقيقه بس. طيب مين غير ايهاب؟ لما موجوده؟ لما اقرا اي A. لما ايناس موجودة. إيناس اقرأي إيه اليوفيتيس inflammation of the lens صح ولا غلط؟ غلط. wrong. صح. إذن اللينز مش يوفيتيس. طب الأيريس؟ yes. طيب مين عندنا كمان؟ لما موجودة؟ نعم. طيب السيلياري بادي inflammation yes. تمارا كأنها مش داخلة معنا ولا لا؟ لا هو الدكتور النت كتير ضعيف يعني بضلوا
طيب الكورويد ترى بينت لساني انا يوفياتس كان بي انفلاميشن اوف كورويد يس ممكن تعمل كورويدس yes. طب الاوبتيك نيرف نو نو الاوبتيك نيرف نو نو غلط الاوبتيك نيرف نو يس طب دكتور انا ما سمعت السؤال اللي بعده ممكن طيب وين زيد يلا جروب بي 2 دكتور بس الاول يلا اقرا السؤال يوفياتس is always associated with red eye yes no 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 هاي بابايون always لا لا طيب انمار complicated by macular edema yes always no, not always no. not always طيب بعدين posterior synecia from between the iris and the lens بتصير yes ممكن بس مش طيب بس مش always حسب الحالة may cause oculomotor pulses no no ممكن may be associated with retinitis ممكن yes الهدف من السؤال عشان always ومش always إنك تعرف إنه uveitis ممكن تعمل لك كل هذول الشغلات بس مش شرط دائما تشوفهم في كل مريض دكتور السؤال الأول ممكن هي تعمل مع السلر بديه طيب آخر سؤال آخر سؤال مين يقرأه أنا بقرأ دكتور يلا دكتور a 33 year old West Indian patient present with a red eye without discharge and with photophobia and blurred vision طب لحد هون طب إذا red eye no discharge photophobia blurred vision فإذا هو أعطانا ماشي لحظة شوي يا إشي بالقرنية يا إشي وين باليوفيا صح بالأيريس يعني القرنية yes. برضو بتعطيك فوتوفوبيا صح وبليرد بيجا كمل I is uncomfortable okay he has كمل. recently become short of breath and أيوة. with a painful raised tender red lesion on his cheeks طب شو هذا الهيستوري شو أعطانا إنه short of breath وعنده elevated lesions على الشين شو بسموهم الريثيما نودوزم yes طيب A patient has uveitis yes, yes. or no yes 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 okay patient has yes. ankylosing spondylitis no. 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 no 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 الهيستوري ماشي مع أي مرض مع ساركويدوسيس اللي هو C تمام treatment yes. is with steroid eye drops and cycloplegics Yes. Glaucoma and cataract are possible ocular complications of this condition. Yes. Or it's treatment. يعني treatment ممكن يعمل لك يعني إذا أنا بعالج بالستيرويد شو بيعمل لي بالعين complication جلوكوما أو cataract. Yes. تمام. دكتور. دكتور. تمارا طلعت لأنه كان عندي تعلق ومش عارفة ترجع. هلا أنا بضيف هاي ضفتها.